ايه ده انت بتاكل سكنشايزر ده؟ ده جميل. ما تعرفش سكنشايزر؟ عارفه، كنا بنجيبه واحنا عيال صغيرين، بطعم الشمام. شوكولاته بيجي في علبه صفرة كده، بوكس اصفر كيس ازرق كان مرسوم عليها بالعماره فوق بطه براس قطه سمكه قرش، موجود في ميدان الجامع بس. كان بيجي من الخليج، كنا بنجيبه معانا من الخليج. الكشك الازرق كان زمان فيه ليمون يخليك تجز جز كده جز. كانوا بيدوهولنا في الجيش عشان الطاقه. ها فاكر عاطف الجيش؟ لا ظلم والله الجيل ده. انت بتقول ايه؟ هو كان ببريزه، كنا بنجيبه زمان ب 10 سنت بجنيه، واحيانا تكسب معاه 10 سنت. انا خدته ببلاش. مفيش كلام ده خالص. باستيليا ليها مطه اقواس كده، اقواس كيرف مثلثات، كان مطاط كده دحلاب دحلاب عجينه، هو طري بيرمش. كانت بركه كل ما تشد الطول معاك ما كانش بتخلص. يا عاطف كان يجي معانا احلب بزوز كده، نحله 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 بزوز كده تلف دي. مفيش نحله بزوز. الايام كانت حلوه، الناس كانت حلوه، الحاجه كان ليها طعم يا عاطف، كان فيها بركه. كانت السكنشايزر واحده بس اتجمعنا كلنا. الحاجات الحلوه بتاعت زمان دي انتهت. النهارده في كرانش مثلثات بتقرمش جواها شوكولاته، بندق، فانيليا، موز. احنا في زمن كرانش.